أخبرني، أما زلت تفكر فيما مضى وتنتظر عودتهم في المستقبل؟ أم أن قلبك قد ملأه الأسى وتظن أن كل شيء قد انتهى ولا وجود للأمل؟ اسمع، قيمتك في أن تترك وتنسى، فمن أحبك لشخصك حقا سيبقى، فلا تضع كرامتك ضحية لكل من أتى، ولا تعطي قيمة لمن لا يعطيك قيمتك، سيظن أنك لا تستطيع العيش من دونه وأنك لا تحبه بل قد ملكك، فلا بد أن تقدر نفسك وأن لا ترهقها، فإن الله كان بك رحيما. ثم إياك أن تظن أن أحدا من الناس أرحم بك من نفسك، فلا تخذل نفسك وأعطها حقها.